بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، الأهل والمواطنين الأعزاء في ربك وكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحقيقة والله نحن الليلة أسعدتونا وفرحتونا أول حاجة باستقبالكم والحار ده وبمشروعاتكم اللي تتحدث عن تنمية حقيقية وحقها بها. وأيضا بالعرض الجميل والمنسق والمنظم واللي حقيقة كل فقرة بتتحدى الفقرة الثانية، فالتحية لبناتنا الصغار ديل، والتحية للمعلمين والمعلمات والمدربين والمدربات. نعم حق حقيقة بنادي قدم العرض من جماله، الواحد كان بيتمنى ما ينتهي. فشكرا لكم المعلمين والمعلمات، وشكرا لكم مدربين ومدربات، وشكرا لكم أطفالنا الأعزاء. فلذات أجبادنا تمشي على الأرض، إحنا جينا عشان نتفقد، وجينا عشان ناخذ التمام من كاشا. أنا بقول كاشا ما محتاج يقدم لي تقرير، لأنه التقرير سمعته منكم أنتم. التقرير اتلقيته من الجماهير اللي بتهتف بكاشا وبتنادي بكاشا وبتطالب بكاشا. والله أنا أسعد منكم كلهم بكاشا. لأنه أنا جبته لكم، وجبته لكم لأني عارفه وعارف مقدراته وعارف إمكانياته وعارفه أنه بيشبهكم. وأنتوا أولا بتدور الزر يقعد معكم في الواطة، الزر اللي بتواطى عليكم بترفعوا، عشان كده انا جبت لكم كاشا زول بيشبهكم. وكاشا ده حقكم، ونحن زمان اهلنا لما ودونا الخلوه قالوا للفكيه ليك اللحم ولينا العظم. حارس بقول لكم كاشا ده ليكن اللحم والعظم. حقيقة احنا نتكلم عن البرنامج بنستهدف المواطن، تنمية من اجل المواطن وبالمواطن. احنا عايزين نحسن معاش الناس، العملية ما سهلة، وما عندنا عصاية دي مع عصاية موسى، دي عصاية عمر البشير، لكن عصايتي بهز بيها وبتكل عليها حقيقة. انتوا جماهير بحر ابيض، نحن لما نتكلم
نحن بنتكلم ونقول عملنا باب نمتن عليكم، لأنه نحن جينا عشان ما نخدمكم، نحن أولادكم، جينا من القاعدة تحت، جينا عشان نخدمكم، عشان كده لازم نجيب انتباه ونديكم التمام ليكم انتوا. نحن عملنا شنو؟ لأنتوا انتوا أصحاب الحق، انتوا أصحاب الحق في كل شيء بيتعمل، ونحن واجبنا أن ننفذ طلباتكم ورغباتكم في أن نيسر لكم العيش الكريم. كان مشروعات مياه، كان مشروعات تعليم، كان مشروعات صحة، كان مشروعات طرق، كان مشروعات عاشية وتنموية وخدمية، دي كلها نحن لما نجي نقول الآن بنعمل في 500 كيلو زلط في بحر أبيض عشان نيسر الحركة، لأنه بحر أبيض بلد بتاع إنتاج، بلد بتاع إنتاج، وموقعها وين يا جماعة؟ في صرة السودان. بحر أبيض جمعت أهل السودان، جو من الشمال وجو من الشرق والغرب، جونا هن من الجنوب راجعين، رغم أنه كانوا لما طلع الاستفتاء وديناهم للانفصال حقيقة اتلوموا، كانوا اتلوموا ولا ما اتلوموا؟ لكن لما جونا وهم طردوا اهلنا من هناك، صح ولا ما صح؟ طردوا كل الشماليين، وطردوا سليم والنزه والصبحه والرفاعه، لكن لما جينا بنتعامل باخلاقنا، لانه نحن السودانيين والله نحن حققنا مكارم الاخلاق اللي بعث رسول اللي بعث رسولنا من اجلها. قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وكل الدنيا بتشهد ان مكارم الاخلاق النموذجي هو موجود في السودان. ما بجينا الضيف نقول له انت من وين، ولا بنقول له انت غريب، ولا بنقول له انت اجنبي، هو في النهايه ضيف، نطبح له الشاي ونقرا له البكره ونعشي ضيف الهجره الهجعه، ونقسم اللقمه مع كل انسان جيعان، نغيس الملهوف ونلحق المتضايق، نستقبل الخايف ونأمنه، نستقبل الجايع نقسم معاه اللقمه عشان ناكله. دين نحن يا جماعه، دين اخلاقنا نحن، عشان لما نقول نحن السوداني، السوداني ده كل الاخلاق الكريمه. الله اكبر. فكل الحديث والمطالب، انا بقول لك يا كاشا، نحن بنملى الارض دي بنديها للزول عشان يعمرها، ويعمرها يستفيد الزول المستثمر، وتستفيد الحكومه، ويستفيد المواطنين. المشروع ما فيه عائد للمواطنين ما دارينه، لانه دير اصحاب الارض ودير اصحاب الحق، والمشروع اصلا يتعمل من اجلهم. نعم توجيه المشروعات القوميه وتنفيذ المسؤوليه الاجتماعيه، يا جماعه والله المعرسانه دي فيها قروش كثيره جدا، فيها قروش لبي نقلعها منهم ان شاء الله. ده ما العام، نعم معانا شركاء، لكن احنا مسؤولين من حسن إدارة المشروعات دي. اللي أكل مال الزول واللي أكل مال الشعب السوداني والله تطلع من عيوني إن شاء الله. لأن دي أمانات، والزول إحنا بنأمنه، والبخون الأمانة بنخليه، وأعلناها حرب على الفساد وعلى المفسدين، وعنده معلومة طوالي هي بلغها يا جماعة، وحقيقة حاضرين إن شاء الله عشان نسترد كل أموال الشعب السوداني، عشان نقسمها للناس
احنا ما دايرين المال يكون دولة من الاغنياء، لانه دي الشريعة الاسلامية. لما نقول الشريعة انا بتقرأ بس جلد وقطع عقوبات، لا، الشريعة عدالة. عدالة في اي شيء، عدالة في توزيع السلطة، وعدالة في توزيع الثروة، عدالة في توزيع الخدمات. نحن عايزين نشيل من الاغنياء وندي الفقراء. ما في زول بايت شبعان وجاره جيعان، دي ما شريعة، وده ما اسلام، وده ما دين. نحن عايزين نعدل بين الناس ونوفر لكل الناس احتياجاتهم الضرورية. الموضوع ما سهل ولا بنمنيكم به، الموضوع داير عصرة، ونحن عاصرين ومسهرين ان شاء الله عشان نحل كل مشاكلنا. نحن عملنا حوار وطني ودعينا كل الناس الا من ابى. في سبب تاني خلي زول قاعد برا، بقول له تعالوا نتحاور. وعملنا اكثر من 900 توصيه قبلناها كلها، عدلنا الدستور، عدلنا الحكومات، عدلنا المجالس التشريعيه، دخلنا الناس، استوعبناهم معانا، لان البرد حقت الناس كلها، ما حقت المؤتمر الوطني براهم، ولا حق قبيله ولا جهه. اي مواطن سوداني عنده حق في البلد. 121 حزب وحركه شاركوا في الحوار الوطني والحوار المجتمعي. وده يا جماعه ايضا درس بيقدموه اهل السودان للعالم. اي زول جزار محل الحوار الوطني يقول لهم نشوف، وحاجه قالوا دي حكايه ما مسبوقه وما حصلت كم كده في العالم، لكن برضه في واحدين لسه قاعدين ببرا وقاعدين مع الخواجات، والخواجات يصرفوا عليهم، والخواجات يعملوا فنادق. بياكلوا من وين يا جماعه نازل؟ بيركبوا طيارات من وين؟ بياكلوا وبيشربوا من وين؟ ساكنين في فنادق من وين؟ ده كله مال حرام ومال سحر. بنقولوا لهم والله يتجاوزوكم، ونحن ما بنقبل زول يعيد عمل عسكري وده يشتغل عمل سياسي. الداير العسكري يبرق لنا برا، الداير العسكري يبرق لنا برا. واولادكم جاهزين في القوات المسلحه، في جهاز الامن، في الشرطه، في الدعم السريع، في الدفاع الشامي، في المجاهدين، في الخدمه الوطنيه. الناس كلها والله رجال ونسوان جاهزين ان يحموا البلد ويؤدبوا كل دخيل وعميل ومرتزق ياكل في موائد الاخرين. هسه في واحده كانت سفيره بريطانيه عندنا هنا، وجات لما جات مودعه بدل ما تقول لك كلام كويس والشعب السوداني ناس كويسين زي الناس التانيين، دارت تديني تعليمات وتوجيهات. صرفت لها بركاوي صح، وندمتها والله على اليوم اللي امها ودتها فيه زاد. حس هي ذاتها جمعت الجماعه في باريس، جماعتهم في باريس، لانه دول بيسمعوا كلامها. تقول لهم يمين يمين شمال شمال، نحن قالت لنا يمين اديناها في راسها. ما في زول بيجي هنا ويوجهنا. سفير البريطاني مرتين قال له ادبوا طردناه من البلد. ممثل الامين العام يتجاوز حدوده طردناه من البلد. مجلس الامن الدولي طلع قرار قبيح دار يسيطر على السودان، رفضناه جهارا نهارا وشرطناه. لانه انا ما قاعد في الكرسي ده عمر حسن احمد البشير، انا قاعد في الكرسي ده رئيس جمهوريه السودان على الشعب السوداني، ولازم امثل الشعب السوداني، ولازم ارفع راس الشعب السوداني فوق. والله لن تجدوني الا في موقع يعزكم ويرفع راسكم ان شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، ولو كره المنافقون، ولو كره المتمردون، في سبيل الله قمنا نبتغي ربح اللواء، لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين فداء، فليدم للدين عزه، فليدم للدين مجده، أو ترع فيه الدماء. السلام عليكم ورحمة الله. الحرة